اسم الآلة. سأقوم اليوم ببعض أعمال التنظيف، وهل يمكننا المساعدة؟ نعم، بقدر استطاعتكم. تعلمون أنني دائماً أقوم بالاهتمام بالأجهزة الكهربائية. يمكنني القيام بالأمر بدلاً منك يا أمي. أشكرك يا سيف، لكن الأجهزة لا ينصح بالتعامل معها لمن هم في عمركم، حيث سأقوم بتنظيف الخلاط والغسالة والمكنسة. أهلاً أصدقائي، جئتم في الوقت المناسب. ماذا ستكون مغامرة اليوم يا معلم سيبوي؟ سأحدثكم اليوم عن اسم الآلة. وما اسم الآلة؟ هو اسم مشتق للدلالة على الأداة التي يؤدى بها الفعل، كأن نقول يستخدم النجار المنشار في عمله، فكلمة المنشار اسم آلة. وماذا يكون إعرابه؟ يعرب اسم الآلة بحسب موقعه في الجملة، ففي العبارة السابقة كلمة المنشار مفعول به منصوب بالفتحة. هل اسم الآلة أوزان؟ يأتي اسم الآلة على أكثر من وزن، ولنبدأ بالأوزان القديمة التي كانت تستخدمها العرب منذ مئات السنين. فقد يأتي اسم الآلة على وزن مفعال مثل مسمار، مثقاب، ملقاط، محراث، أو وزن مفعل مثل مبرد، منجل، معول، مغزل، أو وزن مفعلة مكنسة، ملعقة، مطرقة. أرغب في سماع مثال يا معلم سيبويه. تأملوا عبارة المسطرة مفيدة لطالب الهندسة، اسم الآلة مسطرة على وزن مفعلة، ثم عبارة يساعد المنجل الفلاح، اسم الآلة منجل على وزن مفعل. وماذا عن الأوزان الحديثة لاسم الآلة؟ الأوزان الحديثة التي دخلت إلى اللغة العربية مؤخرا مثل فعالة، مثل غسالة، ثلاجة، سماعة، أو على وزن فعول مثل حاسوب، صاروخ، أو على وزن فاعلة مثل ساقية، حاسبة، شاحنة، قاطرة. هل من الممكن ذكر بعض الأمثلة التوضيحية يا معلم سيبويه؟ تأملوا عبارة يستخدم رواد الفضاء الصاروخ، اسم الآلة صاروخ على وزن فعول، ثم عبارة السماعة تساعد الطبيب في اكتشاف الأمراض، اسم الآلة سماعة على وزن فعالة. تبقى لنا أسماء الآلات غير المشتقة، وهي أسماء جامدة ليست مشتقة من فعل، ولكنها وردت إلينا مسموعة عن العرب القدامى، وقد وضعوها على غير قياس مثل قلم، شكوش، فأس، رمح. قل لنا مثالا يا معلم سيبوي. تأملوا عبارة لا يستغني الفلاح عن الفأس، اسم الآلة الفأس، ثم عبارة القلم صديق التلميذ المجتهد، اسم الآلة القلم. صار الأمر مفهوما. لقد قمت بمهامي كلها ما عدا صناعة الجيلي، فهل تساعدونني؟ حلوى الجيلي، كم أحبها، ولكن كيف يمكننا الحصول عليها؟ أمامنا تحديان، الأول لإحضار الأطباق والثاني لصناعة الجيلي. ظهرت ثلاث صور، هيا كي نستوحي منها ثلاث عبارات تحتوي على اسم آلة. يطرق الحداد الحديد بالمطرقة، اسم الآلة هو مطرقة على وزن مفعلة. صعدت إلى الأدوار العليا بالمصعد، اسم الآلة هو مصعد على وزن مفعل. يسقي الفلاح الأرض الزراعية بالساقية، اسم الآلة هو ساقية على وزن فاعلة. أحسنتم، جميل جدا، ظهرت الأطباق. ترى ماذا سيكون التحدي الأخير؟ تحدي من نوعية أكمل مكان النقاط، هيا كي نملأ الفراغ باسم آلة مناسب. يقوم الحاسوب بحل المسائل الرياضية المعقدة بسرعة فائقة، حاسوب اسم آلة على وزن فاعول. أسمع صوت المترجم عبر السماعة، سماعة اسم آلة على وزن فعالة. يستخدم المسمار لإصلاح الأثاث، مسمار اسم آلة على وزن مفعال. أحسنتم، ظهر الجيلي، هذا رائع. من الجيد أننا موجودون في هذا الجزء الهادئ من المتاهة، فلن يستطيع ممحات الوصول إلينا. وربما لا، إنني صنعت جهازا يمكنه أن يقودني لموضع الجيلي. لكنك غير مدعو. ولماذا لم يدعوني أحدكم لهذه الوليمة؟
سأخذ طبقاً من هذه الحلوى. لا، لا تسرق ما هو ملك لغيرك. سأفعل ما يحلو لي. انتظر أيها الشرير، لا يمكنك حمل الجيلي والتحرك به بسرعة هكذا. نعم، فالجيلي غير متماسك. دعه أيها الحارس فيعود مجدداً، فسنهزمه هذه المرة بدون أن نفعل شيئاً. هذا النوع من الحلوى هلامي جداً ويسقط عند أقل حركة. بالطبع، هكذا يكون الجيلي، ولهذا يفضل تناوله على المنضدة وأنت ثابت في مكانك. هل يمكنني تناول الجيلي معكم؟ فأنا أحبه بشدة. لو أحسنت التصرف وتوقفت عن تصرفاتك الشريرة فيمكنك أن تحصل على طبق. حسناً حسناً، سأكون مهذباً جداً، أعدكم بذلك.